لم يسمح مطهر محمد قاسم لنفسه أن يتحول إلى ذكرى رغم مرور 8 أعوام منذ اليوم الذي رآه الناس فيه أول مرة حين انطلقت ثورة الشباب السلمية. ما زال الشاب القادم من جبال مشرعة وحدنان حاضراً يقوم بما قام به تجاه ثوار الساحة بلا مقابل وبدون أهداف لذاته. إنهم ضيوفه كما يردد دائماً: أعتبر عندما أوزع الماء في ساحة الحرية إلى الآن أنا أعتبر الناس المتواجدين في ساحة الحرية أعتبرهم كما لو أن رجل لديه ضيوف فهم أعتبرهم ضيوفي أنا، لأنني أحس بارتياح كبير عندما أوزع لهم الماء. تواجدهم في ساحة الحرية أعتبرهم كأنهم يتواجدون في بيتي وفي منزلي. سقاء الثورة كما غدا يعرف لم تمنعه إصابته من مواصلة دوره في مواجهة الظمأ وحرارة الشمس. رغم هذه الإصابة إلا أنني رغم جراحي ورغم أنني من ضمن الجرحى إلا أنني رغم الجراح لازلت إلى الآن وزع الماء في ساحة الحرية وفي المسيرات، وأشعر بأكبر ارتياح عندما أفعل هذا الشيء لديني ولوطني. لقد كان مطهر واحدا من الشهود الذين رأوا المأساة وعاشوا ليروها ويعيدوا سرد تفاصيلها، وهو اليوم حين يسير في ممرات ساحة الحرية بالتعز يتذكر أولئك الذين سقطوا بفعل القذائف والرصاص ومن خرجوا للمطالبة برحيل نظام الاستبداد وفقدوا حياتهم أو ترافقهم الجراح. ثورتنا لن تنتهي، ونحن كنا نقول وسنقولها: الشعب يريد إسقاط النظام، النظام الاستبدادي، النظام العائلي، وسنستمر في ثورتنا حتى نحقق كافة أهدافها وفاء لشهداء الثورة. يتذكر أهداف الثورة وما زال يسير على خطاها مذكرا كل من غفل عنها أن الطريق طويل وأن الرحلة لم تكتمل بعد وهناك ما ينتظر إنجازه. يمتلك مطهر عزيمة لم تتمكن السنوات من طمسها أو تجاهلها، وتلك العزيمة هي ما يبقي فبراير متقدا وماضيا في طريقه نحو أهداف خرج اليمنيون لأجلها ودفعوا في سبيلها ثمنا باهظا ما زالوا يقدمونه حتى اليوم في كل جبهة وفي كل طريق يختارون السير فيه دون أن يتمكن أحد من إجبارهم. فتلك مرحلة قد ولت ولن تعود.